اذكر الله بقى وصلي على النبي كده معايا في الفيديو ده عشان اعمل لك احسن وجبه ريزون معاك في الدايت. ما تنساش اهم حاجه اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. بالنسبه بقى للوجبه دي فيها 680 كالوري، 80 جرام كارب، 16 جرام فات، 52 جرام بروتين. حرفيا كده كان طعمها في حته تانيه. واللي هيرد في الكومنتات ويقول لي هشتريها من بره اسهل، احب اقول لك ان لو شفتك هنيئا لك. مسكتك هنيئا لك. ندخل في المهم. هنجيب كده صدر فرخه يكون بالظبط كده 250 جرام، ننضفه كويس من اي شوائب موجوده فيه بعد كده، ويكون الافضل ان احنا اصلا ننقعه في ميه بمحلول ملح وخل. نقطعه مربعات مكعبه كده رايع ظنيته، و10 جرام كده من الزيت ننزل بالفراخ بعد ما الزيت يسخن، ونقلب بالشكل ده كويس جدا عشان الفراخ تتشوح على الجنبين. بعد كده 100 جرام من الرز البسمتي، بعد كده ننزل عليهم بشويه كده من توابل الشاورما. متسألنيش ازاي بس انا حابب ان الرز ياخد طعم الشاورما، مع اني نتبل الفراخ بتوابل فراخ وملح. بعد كده اقلب المكونات دي كلها في بعضها، وهننزل بقى كده بكوبايتين ميه كبار، كوبايه للفراخ وكوبايه للرز. غطي على المكونات دي كلها كده وتسيبها بالظبط تلت ساعه، مش هتاخد معاك اكتر من كده وهتطلع معاك بالجمال ده. حرفيا كده وجبه كامله ان هي تشبعك في الدايت اللي احنا بنعمله. حاجه كده بجد قنبله بروتين، 680 كالوري، 80 جرام كارب، 16 جرام دهون، 52 جرام بروتين. هتاخد منك وقت خالص، جربوها واكتبولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.